وإلا قصة نجاح أخرى نرويها لكم. طاب مساؤكم، حللتم وأسعدنا محياكم، وازداد الموج مسقط ألقا بتشريفكم لنا ومشاركتكم لنا حفل افتتاح المرسى بلازا الذي يعتبر أحد المعالم السياحية والترفيهية والاجتماعية الفريدة من نوعها في السلطنة. إنه لمن دواعي السرور وجودكم بيننا في الموج مسقط ومشاركتنا حفل افتتاح مشروع المرسى بلازا بإطلالته المباشرة على مرسى الموج. يمثل المرسى بلازا وجهة ترفيهية واجتماعية جديدة تجمع تحت مظلتها سكان الموج وزواره لقضاء أسعد اللحظات، ليعكس مهمة الموج مسقط بإنشاء وجهة السلطنة مثالية لنمط الحياة العصرية التي تجمع الناس والأعمال معا لبناء مجتمع مستدام بمواصفات عالمية على هذه الواجهة البحرية. إننا نسعى من خلاله ليكون منصة لتعزيز وتمكين المواهب العمانية الشابة بمختلف أنواعها وأشكالها، وذلك عبر ما سيقدمونه من معارض فنية وعروض حية كما شاهدتموها اليوم، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي سيحتضنها المرسى بلازا. كما إننا نحتفل اليوم بإضافة معلماً آخراً ليضفي رونقاً جمالياً في أحد أركان مشروع الموج مسقط، لنجسد من خلاله روعة التراث العماني وعراقة التاريخ البحري للسلطنة منذ آلاف السنين، متمثلاً في إنشاء نصباً تذكارياً مميزاً لسفينة جوهرة مسقط في ممشى المرسى. المجسم الجميل لهذه السفينة التاريخية التي أبحرت من عمان إلى سنغافورة في عام 2010، والتي احتفل بتسميتها في الموج مسقط في نفس ذات العام قبل تلك الرحلة، ونحن حقيقة يعني نسجل كلمة شكر وتقدير لهذه المبادرة الكريمة والطيبة من القائمين على مشروع الموج مسقط، ونهني الجميع من أسهم في بناء هذا الصرح وبناء هذا المرسى، ونتمنى للجميع مزيد من التوفيق والنماء. هذه المشاريع دائما تروق في إضافة للاقتصاد وإضافة للطابع الجمالي والمعماري والسياحي للسلطنة، وهي نقطة جذب للسائح وللعوائل وللجمهور بشكل عام، وأيضا هي أيضا تمثل فرص واعدة وكبيرة ومتطورة للتشغيل والتوظيف والأعمال في مختلف المجالات سواء الإدارية أو الفنية.